الأفريقية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. نبدأ بمنتخب غانا. منتخب غانا بينقل تدريباته البدنية لحمام السباحة. زي ما حضراتكم عارفين هناك بعض التدريبات البدنية اللي بتحصل في حمام السباحة، ودي تدريبات مهمة جدا جدا جدا. منتخب غانا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة بدأ في مقر إقامته في صباح اليوم رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، أو يعني الحفاظ أو محاولة الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وذلك عن طريق حمام السباحة. ومنتخب غانا الحقيقة ومديره الفني كواسي أبيا قال إن المعسكر بلاده يشهد حالة من الترابط والتعاون الكبير ما بين اللاعبين، وهو ما يؤهلهم لتقديم بطولة ناجحة في مصر. أوضح أيضا أنا أثق جدا في الفريق لأنه لا يهم عندهم من سيلعب، فكلهم واثقون من أنفسهم. منتخب غانا زي ما حضراتكم عارفين ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الكاميرون وغينيا بيساو وبنين. مباراة الافتتاح للمنتخب الغاني ستكون أمام منتخب بنين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية. طيب، جالية الكونغو الديمقراطية تحتفل بمنتخب الفهود في مطار القاهرة. دي الحلاوة بقى، هو ده اللي احنا عايزين نشوفه، هو ده اللي احنا دايما عايزين نتفرج عليه. هي دي او هو ده مع حضراتكم امام حضراتكم فيديو الاحتفال الجالية الكونغولية بمنتخب الفهود في مطار القاهرة. ده اللي احنا عايزين نشوفه، وده اللي احنا عايزين نوريه للعالم كله قد ايه ان كل الافارقة موجودين، قد ايه ان مصر بلد فيها كل الالوان وكل الاطياف وكل الناس ما عندهمش اي مشكله اطلاقا. منتخب الكونغو الديمقراطيه موجود وبيحتفل مع لاعبي او بيرحب بلاعبي. دول طبعا المجموعه اللي موجوده هنا في مصر، ومنتخب الكونغو وصل امبارح بالليل وبيحتفل مع جمهوره بوصوله الى مطار القاهره الدولي. المطار نفسه النهارده انا شايف صور للمطار النهارده الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه، والكل ده الكل دلوقتي بينتظر كأس الأمم الأفريقية وماذا سيحدث في كأس الأمم الأفريقية. كل البعثات بيتم استقبالها بالورود، كل البعثات الحمد لله. يعني أنا بحاول إن أنا دايما قبل ما أجي لحضراتكم إن أنا أشوف كل الناس موجودة ونتصل بهنا وبهنا وبالأوتيلات وهنا وهنا. الحقيقة الناس كلها حتى هذه اللحظة مبسوطين، وإن شاء الله حتى نهاية البطولة الكل يستمتع بوجوده في مصر، وإحنا نستمتع كمشاهدين ونشارك في هذه البطولة بوجودنا إن شاء الله في أرض الملعب. خلينا نسمع كده أصوات الجمهور بتدي أمان وبتدي حب كده وبتدي طمأنينة. هي حاجة جميلة جدا، وهو ده اللي احنا عايزين نشوفه. شهر هنشوف الكلام ده، شهر هنشوفه في المطار خلال الفترة اللي جاية، وشهر ان شاء الله هنشوفه في الملاعب المختلفة سواء في ملاعب التدريب او حتى في ملاعب او اكيد ان شاء الله في ملاعب المباريات. مدرب ناميبيا بيقول قادرون على صنع المفاجأة وهزيمة المغرب. المدير الفني ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا قال انه يؤمن بقدرات لاعبيه، مشيرا إلى أنه يثق في قدرات اللاعبين خاصة بعد مباراة غانا الودية. أيوة صح، عنده حق يعني في الكلام اللي هو بيقوله طبعا، وبيرفع من روحه المعنوية أو بيرفع من روح لاعبيه المعنوية، ولكن المباريات الودية غير المباريات الرسمية. المباريات الودية شيء والمباريات الرسمية شيء تاني، ولكن طبعا منتخب ناميبيا من المنتخبات تصنيف ثالث أو رابع، وبالتالي المدير الفني بيحاول ان هو يرفع من الروح المعنويه للاعبين. طيب نروح لمنتخب التونسي. المنتخب التونسي في اختبار طبي لطه ياسين خنيسي مهاجم المنتخب التونسي. تعرض لاصابه قويه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراه بوروندي الوديه، والتي انتهت بفوز منتخب تونس على منتخب بوروندي بهدفين مقابل هدف مساء الاثنين استعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقع الحقيقة طه ياسين الخنيسي متأثرا بإصابته وغادر على نقالة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي. وتتواجد تونس في المجموعة الخامسة اللي هنتكلم عنها النهاردة. بالمناسبة هنتكلم عن المجموعة الخامسة، المجموعة الخامسة تونس برفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا، هنتكلم عنها فنيا وإيه اللي هيحصل في هذه المجموعة إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة. وإحنا بنتكلم عن منتخب تونس، وفاة شقيق لاعب منتخب تونس، فقد لاعب المنتخب التونسي وجدي الكشري ده شقيقه اليوم في فرنسا بعد صراع طويل مع المرض. بقاء الدوام لله، ويعني ربنا يصبره ويصبر كل أهله. منتخب تونس يصل القاهرة على دفعتين، تصل بعثة منتخب تونس لمطار القاهرة على دفعتين، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الجمعة المقبل. عدد من أعضاء الجهاز الفني وصلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بينما يصل بقية البعثة في 11 مساء الغد على متن الطائرة الخاصة قادمة من تونس. من المنتخب التونسي إلى المنتخب الجزائري، نجوم الجزائر تحتفل بإسلام سليماني الذي يصل عمره إلى 31 سنة. طبعا إسلام سليماني لاعب فريق نادي ليستر سيتي، زي ما حضراتكم شايفين دايما بنحاول نجيب لحضراتكم الصورة علشان تبقى واضحة مع حضراتكم. طبعا إسلام سليماني لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وكانت النهاردة زي ما حضراتكم شايفين أو امبارح الحقيقة عيد ميلاد رائع عملوه لاعبة منتخب الجزائر لإسلام سليماني، وبيحتفلوا بيه يعني بيخرجوا من جو المعسكرات ومن جو الملل وكذا وكذا. وإسلام سليماني واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي موجودين الحقيقة مع المنتخب الجزائر. طيب نروح نسمع. جميل قوي الكلام ده الحقيقه، بيفكرنا بايام جميله جدا، ياما الواحد شاف مثل هذه الامور، ولكن في النهايه دايما الامور دي بتخليك تبقى دايما في جو حلو، في جو جميل، جو من الترابط. خلي بال حضراتكم المعسكرات الطويله دي اللعيبه بيبقى عندها ملل كبير جدا، انت ما بتعملش حاجه غير تمرين ومباريات، او تمرين ومباريات ونوم، تمرين ومباريات واكل ونوم، ما فيش حاجه تانية بتعملها، ولكن الحاجات دي بتطلعك بره المود شويه، بتخليك تبقى دايما ترابط موجود ما بين اللاعبين. عيد ميلاد اسلام النهارده سليماني، بكره بعيد ميلاد فلان، وهكذا وهكذا عشان الامور تمشي. رساله خاصه من البرلمان الاوغندي الى اللاعبين قبل امم افريقيا 2019. وجهت ريبيكا كاجا المتحدثة الرسمية باسم البرلمان الأوغندي رسالة إلى لاعبي منتخب بلادها قبل بدء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقالت إنها لعبتنا، إنها بلادنا، من أجل الله وبلادي. ويلعب منتخب أوغندا ضمن منافسات المجموعة الأولى طبعا مع مصر في البلد المضيف طبعا، وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. سمعنا يا سمير ولا ما فيش صوت؟ سمعنا. All the best. And I wish you a very big victory on the opening match on Saturday against the DRC Congo. A number of members of parliament will be in Egypt to give you support. We love you and we are counting on you to bring the glory back home. يعني طبعا ده الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم، وهي بتقول يعني تتمنى فوز كبير لمنتخبها، وان المنتخب هو واللعبة كرة القدم هي لعبتنا، وبتقول كلام زي ما حضراتكم شايفين. يعني طبعا نتمنى لهم الفوز، ولكن بعيدا، او نتمنى لكل المنتخبات الفوز ولكن بعيدا عن المنتخب الوطني، اي حد يفوز تاني ما عندناش اي مشكله، ولكن بعيدا عن منتخبنا الوطني. المدير الفني روهار بيقول هدفنا الاساسي المربع الذهبي، الجميع فينا، المدير الفني طبعا لنيجيريا، المدير بيقول الجميع في نيجيريا بينتظر الكاس. قال روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن تطلعه للظهور بشكل يليق بسمعة كرة القدم النيجيرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر. قال أيضا الوصول للأدوار النهائية يتطلب المرور من عدة محطات
صعبة وتركيزنا حاليا على المباراة الافتتاحية للنسور. والله الخبر ده يعني احنا قايلينه من يوم، يعني الحكام يجتمعون بالمنتخبات للتعريف بالتعديلات الجديدة للفيفا. حاجة حلوة جدا، هو خبر مهم جدا وخبر جميل جدا. احنا طبعا قلنا لحضراتكم ايه هي التعديلات وشرحناها تفصيليا هنا في قناة النادي الاهلي مع كابتن سمير عثمان، وزي ما حضراتكم شايفين يعني كان واجب على الحكام او لجنة الحكام او ايا ما يكون بشكل رسمي ان هو يقعد مع المنتخبات ويعرفهم، لان في حاجات مهمة حصلت، في حاجات مهمة حصلت. وزي ما قلت لحضراتكم احنا سألنا سؤالين لو تفتكروا للكابتن سمير عثمان، سألنا سؤالين، معلش هما دول مش خاصين بالبطولة الافريقية ولكن خاص بالدوري العام المصري. السؤال الاول، الدوري هيطبق فيه الدوري او بقيه الدوري الخمس مباريات اللي في الدوري بعد انتهاء البطوله الافريقيه ان شاء الله، هل سيطبق فيهم التعديلات الجديده؟ كابتن سمير عثمان قال لا، الدوري بدا بشكل لازم ينتهي بشكل. فسالته سؤال تاني، قلت له يا كابتن سمير طيب هيجي حكم اجنبي لمباراه الاهلي والزمالك، ده اكيد هو ده المتعارف عليه خلال الفترات اللي فاتت، وبالتالي الحكم الاجنبي ده هيشتغل، هو بيشتغل دايما من 1/6 بالقانون او من 30/6 بالقانون الجديد، من 1/6 بالقانون الجديد. فهتقولوا له ازاي؟ قال لك لازم حد يقعد معاه ويقول له ان احنا الدوري كان شغال قبل بطوله افريقيا وما انتهاش الا او مش هينتهي الا بنهايه هذه المباراه، وبالتالي ما الدوري ما بدا به الدوري يجب ان ينتهي به الدوري. فالسؤالين دول كانوا مهمين، وعشان كده برضو بقول لحضراتكم ان كاس مصر السنه دي او بقيه كاس مصر وبقيه الدوري هيتلعبوا بدون التعديلات الجديده للكاف او للفيفا. احنا قلنا لحضراتكم طبعا ان الاربع تعديلات او اهم الاربع تعديلات، الغاء الهدف اذا لمست الكره يد المدافع داخل منطقه الجزاء ونتج عن هدف سواء متعمدا او لا، اللاعب المستبدل ليس محتما عليه الخروج من منتصف الملعب بل يغادر من اقرب نقطه له، واللاعبون اصبح مسموح له لمس الكره داخل منطقه الجزاء في ركلات المرمى. فاكرين 1990 للجيل بتاعي بقى اللي اتفرج على اللي هم الاربعينات، يعني اللي اتفرج على منتخبنا الوطني وبيلعب في كاس العالم ايطاليا 1990، كان الكابتن احمد شوبير دايما يمسك الكره يديها للكابتن هشام، هي كان جوه ال 18، يعني انا مش عارف اوصفها لكم هنا ولكن هي كانت الكره كده، يديها له جوه ال 18 يقوم الكابتن هشام يكن مرجعها له ومديها للكابتن هاني رمزي، يقوم الكابتن هاني رمزي مرجعها للكابتن احمد شوبير. فكانت دايما الكره بتتلعب جوه ال 18. هنفتكر بقى الايام دي وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل في هذا الموضوع. اربعه، اصبح بامكان الحكم اشهار البطاقات الصفراء او الحمراء للجهازين الفني والاداري للفرق وليس الطرد شفاهيه كعكس ما كان يحدث سابقا. كابتن سمير شرح لنا كل هذه الامور. رقم خمسة، إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات بإمكانه إجراء إسقاط للكرة على عكس ما كان يحسب من قبل، فإن الحكم مثل الهواء، يعني الكرة كانت تيجي في الحكم كأنها إيه ما جاتش فيه. رقم ستة، حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى في ركلات الجزاء، يعني لازم يبقى حاطط رجله على خط المرمى. اتخاذ إجراءات تأديبات تجاه اللاعبين الذين يسببون مشاكل في الحائط البشري خلال الركلات الثابتة. منتخب جنوب افريقيا يؤدي مرانه الاول في مصر ومدافع كينيا يظهر بنيو لوك غريب قبل امم افريقيا 2019. في لعيب كده هو شكله الحقيقه لما تيجي تتفرج عليه تحس ان هو عنده 40 سنه، يعني اكتر من 40 سنه، لان احنا عندنا لاعبين ما زالوا موجودين في الملعب بعد ال 40 وشفناها، لكن هو تحس ان هو راجل كبير. يعني انا هتهلي كده يا سمير بعد اذنك لو موجوده، طيب اهو تحس ان هو يعني مش عارف، يعني الواحد لما بيعمل حاجه بيعملها عشان اهو، بص تحس ان هو راجل كبير في السن، يعني ربنا يديله الصحه. طبعا هو لسه صغير، بيقولوا 27 سنه، يعني انا قريت لقيت ان هو عنده 27 سنه فقط، ولكن اسمه جوشوا، لكن لما تبص له كده تحس ان هو يعني مش عارف 270. طبعا على سبيل الهزار، احنا بنقول كده على سبيل الهزار، وهل ده بقى تسنين ولا مش تسنين ولا ايه؟ محدش عارف بقى يا جماعه. المهم يعني ان اللعيب ده عنده، جوشوا ده عنده، اللي قدام حضراتكم الوش اللي قدام حضراتكم ده مدقن، معرفش لونها ايه، دي لونها ايه اللون ده يا جماعه؟ اللون اللي امام حضراتكم ده يعني لون دقنه، يعني ده واضح ان هو يعني صبغه ابيض او اصفر او حاجه، معرفش ده لون ايه الحقيقه، لكن اللي قدام حضراتكم ده عنده 27 سنه.
اخر خبر معانا، منتخب زيمبابوي يؤدي ميرانو على ملعب السكه الحديد. منتخب زيمبابوي الذي سيلاقي منتخبنا الوطني في مباراه الافتتاح في استاد القاهره، افتتاح بطوله دوري او بطوله الامم الافريقيه مصر كان 2019. طيب دي كانت اخبارنا عن منتخبنا الوطني واخبارنا عن المنتخبات الافريقيه. زي ما حضراتكم شايفين دايما بنقوم مع حضراتكم او بنلف مع حضراتكم القاره الافريقيه علشان نقول لحضراتكم ماذا يحدث في المنتخبات المختلفه. طبعا الكل مرحب بيه هنا في مصر. هنطلع يعني فيلر كده بسيط عن عن مصر. طيب وبعد الفيلر هنطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هنبدا فقراتنا الاعتياديه. النهارده عندي فقرة عن نجم كبير جدا جدا جدا، تشرفت الحقيقة وتزاملت معه. هنقول لكم مين ولكن بعد هذا الفصل.